مرحبا بكم في سلسلة تعلم برمجة الأندرويد مع أسامة. وفي هذا الجزء أو في هذه الحلقة سوف نتعامل مع بايندينج سيرفيس. وما هو بايندينج سيرفيس؟ احنا أخذنا طبعا كيف نقوم بإنشاء السيرفيس وستارت سيرفيس عشان أقوم باستخدام هذه السيرفيس في داخل البرنامج. خلينا نعمل سيرفيس، ممكن نسميه أي سيرفيس مش مشكلة، لوكال سيرفيس. وهذا لوكال سيرفيس نعمل له بايندينج في المين اكتيفيتي، واقوم باستدعاء مثلا رساله معينه. يعني هاتوا نعمل له الواجهه هنا عشان نفهم ايش بدنا نعمل. هذه التكست فيو مش مشكله نخليها. تنعمل بوتون هنا، بوتون تاني. البوتون الاول ممكن نسميه بايندينج، لا بايندينج. احنا عملنا الشكل هذا. الحين عندي انا التكست فيو، اسم التكست فيو هي الاي دي تبعها تكست فيو، وعندي بايندينج الاي دي تبعها بايندينج، ايوه الاي دي تبعها بايندينج برضو التكست بايندينج. وعندي كمان مسج بوتون جيت مسج، هاي التكست تبعها جيت مسج، والاي دي تبعها مسج. احنا بدنا عد ما يضغط بالزر هذا يقوم بالربط بالارتباط بالسيرفس اللي حنعملها، وجيت مسج يطلع الرسالة ويطبعها على هلو وورد. بس خلونا نعمل تعديل بسيط، تكست وورد خليها راب كونتنت، راب كونتنت هنا راب كونتنت. هاتوا نعمل رسالة جديدة، سيرفس جديدة ممكن نسميها local surface، local surface extend من طبعا نعمل surface عادية. طبعا لازم نعمل override لل unbinding، هاي اللي احنا بدنا نستخدمها الحين. يعني كيف بدي اربط ما بين المين اكتيفيتي مع السيرفس عن طريق الاي بايندر. طبعا هذا الريتيرن زي ما احنا ملاحظين بدنا نرجع اوبجكت من نوع اي بايندر. كيف بدنا نعمل هذا الاوبجكت؟ اول حاجه بنعمل كلاس تاني، طبعا الطريقه عجيبه شوي لكن هو هذا المتبع، هو الطريقه هذه للارتباط بالسيرفيس. نعمل كلاس تاني نسميه مثلا public class local binding. نعمل كابتن لاتر عشان class local binding extend من binder. عندي كلاس من نوع بنعمله اكستند من بايندر. بعديها ايش بنسوي؟ بعرف في داخل اللوكال سيرفيس ميثود اخرى بابليك من نوع ما لوكال سيرفيس جيت سيرفيس، ممكن اسميها سمي زي ما بدك. المهم انه هذه ايش بدها ترجع؟ return my surface no local surface this. اوكي الان انا بدي ارجع طبعا هنا object من نوع اي بايندر. نعمل هنا object اي بايندر، ممكن نسميها my binder. يساوي new local binding، وهذا البايندينج بيرجعه هنا return my binder. اوكي الان ايش بعديها اللي بدي اسوي؟ طبعا الطريقه هذا انا عرفت
variable من نوع iBinder، وهذا iBinder بيأشر على اللوكال باينر. اللوكال باينر extend من باينر، فيها method اسمها local service، اسمها get service، بترجع local service this، يعني الكلاس نفسه بترجعه. بعديها ايش احنا بدنا نسوي؟ بدنا نشوف ايش بدنا نضيف الى الرساله. هنا خارج ال public for public، حتى نرجع رساله طبعا نوع string get message. ايش الرساله بدنا نرجعها؟ return، حتى نرجع مثلا this is message from من وين؟ من سيرفيس. اوكي رجعني الرساله. هيك احنا جهزنا اللوكال سيرفيس. انا الحين ايش اللي بدي اسويه؟ باجي على المين سيرفيس هنا، هاتوا نعمل اول حاجه ناشر على الثلاثه. اول حاجه تكست فيو، نعمل ثلاث متغيرات، تكست فيو واحد، ثاني بوتون بايندينج بوتون، والثاني ايش؟ جيت مسج او مسج بوتون. بس في هنا نقطة خليها سمول لتر. نجي هنا نعطي قيم لجميع المتغيرات. عفوا خلونا نعمل تعديل، بدناش نعمل بايندينج. خليه نرجع مرة تانية هنا نختصر. البوتون تبع بايندينج اي حذف، نرجع تاني للتصميم. اوكي عندي بس البوتون، انا بعرف من نوع البوتون اللي هو المسج، ساوي find view by id r id مسج. اوكي هنا ايش بعمل؟ اول ما يشغل on create على طول شغل ال intent، intent ساوي new intent اللي هو this، هاي ال context context، وبدنا نشغل ال local surface this او class sorry. اوكي بعديها انا بايش بدي اعمل؟ بايندينج سيرفيس. طبعا قبل ما اعمل بايندينج سيرفيس، بايند سيرفيس استدعي هذا، انا هنا بعرف سيرفيس كونكشن، سيرفيس كونكشن بساوي نيو سيرفيس كونكشن. هنا بدي اسجل السيرفيس كونكشن هنا، واجي على البايندينج هنا bind surface، بدي ثلاث مغيرات. اول حاجه الانتنت، ثاني حاجه السيرفيس كونكشن، ثالث اشي اللي هو الفلاج كونتكست كونتكست bind auto create، هي ثاني واحده. اوكي نرجع للسيرفيس كونكشن. السيرفيس كونكشن هو اللي بده يقوم بالربط مع اللوكال سيرفيس في داخله، عنده ان اون سيرفيس كونكتد او اون سيرفيس ديسكونكتد، ايش يسوي ايش يعمل في الناحيتين. هاتوا نعرف بعض المتغيرات هنا اللي بتلزمنا عشان نعمل الربط. أول حاجة اللوكال سيرفيس، هات نعرفه اللوكال سيرفيس، متغير اللوكال سيرفيس. وبدنا كمان هات نعرف بولين عشان نعرف متى إحنا
نربط is binding ولا لا. is binding طبعا هيك يعني معناته هذا قيمة ابتدائية false، وهنا قيمة ابتدائية بيكون null زي ما احنا عارفين في الجافا وفي أساسية الجافا. نيجي هنا عند on service connection، بدي أربط أنا ما في داخل. أول حاجة باجي لللوكال binding، هاتي نعرفه هنا local binding، local binding، local binding بعرف local binding بيساوي surface. طبعا ايش هي السيرفس اللي هي موجودة هنا؟ بعطيله قيمة السيرفس الموجودة هنا لللوكال بايندينج. طبعا لازم اعمل كاستنج، بعديها باجي لللوكال متغير اللي انا عرفته لوكال سيرفس بيساوي اللوكال بايندينج get service، بعدها باجي بحكي له is binding بيساوي true، هو هيك مربوط هيك عند ما يتم الربط عاطي لل is binding true. طيب عند ما service disconnected is binding يساوي false، هذه أول حاجة. بس طبعا هو هيعطي قيمة none لل بس نقطة. طيب ايه خلنا سيرفيس كونكشن، تعالوا نيجي اول حاجة كمان هنا حتى نعرف اون كليك، او نرجع مرة تانية هنا احنا ايش عرفنا المسج بوتون، حتى نستخدم المسج بوتون هنا مسج بوتون عفوا المسج بوتون اللي هي هنا. عفوا في داخل ال on create message button set on click listener new on click listener، عند الضغط على الزر انه يقول بدي استدعي الرساله. طبعا بعد ما اعمل is binding في عندي بس كمان انا ميثود بدي استدعيها عند ما يقوم البرنامج، يعني عند ما يسكر on create on destroy او on stop. on stop yes on stop ايش بدي يسوي؟ unbinding surface اللي هي surface connection. طبعا is binding يساوي false. طبعا هذا متى بده يصير؟ if is binding، يعني اذا كانت is binding true نفذ لي المقطع اللي هنا، لانه انت عارف السيرفس ما بتسكرش الا لما انا اقوم بتسكي، يعني ما بفك الارتباط الا اني انا استدعي، يعني عند ما يسكر البرنامج حتضل السيرفس شغاله الا اذا انا عملت unbinding surface. نيجي الحين انا بدي اجيب الرساله، الحين انا كل هذا عشان اللوكال از بايندينج اللي هو اللوكال سيرفيس. الحين اللوكال سيرفيس هذه بستخدمها هنا، هنا التكست فيو سيت تكست اللي هو اللوكال سيرفيس جيت مسج، يعني جيب لي الرسالة اللي هي هنا من السيرفيس وحط لي اياها في التكست فيو. التكست فيو هاي نحن عرفناها، التكست فيو اللي هي موجودة هنا، عندما يضغط بالزرعه جيت مسج بده يطلع لي رساله هنا، هيعمل لنا بايندينج وهي كل شيء جاهز 100 100. هي سيرفيس كونكشن لوكال سيرفيس نوز بايندينج، بس هاتوا نعطي له اشاره عندما يعمل بايندينج يعمل لنا اشاره هنا اي بايندينج هنا، ممكن اعرف توست ميك تكست جيت ابلكيشن توست، بدنا نحكي هنا بايندينج عشان نعرف انه ليها توست خليها لونج لينج شو. طيب
نعمل تطبيق للبرنامج. قبل ما نعمل تطبيق نسينا حاجة مهمة، نرجع للفيست ونسجل الخدمة سيرفيس اللي هي لوكال سيرفيس، وسكرنا نشغل البرنامج. إن شاء الله بيشتغل من غير مشاكل. افترض إنه يطلع رسالة، استنى تنفيذ البرنامج. زي ما احنا شايفين هيعمل بايندينج من اول ما اشتغل البرنامج. لاحظتوا انتو مش عامل بايندينج لانه في الاون كرييت انا خليته يعمل بايندينج. الحين انا لو ضغطت على جيت مسج يفترض انه يظهر الرساله في مكان الهلو وورد. نشوف احنا ايش بيصير معنا. This is message from service، يعني كل البرنامج 100%. عشان بس نلخص ايش انا عملت بالضبط هنا. هنا هذه مسج بوتون، طبعا هذا ما في شيء جديد. عند الضغط على زر البوتون انه ياخذ الرساله من لوكال سيرفيس ويظهرها في التكست فيو. اوكي، نيجي للسيرفيس هنا. كيف انا عملت الربط؟ هاي اللي بيهمني في الموضوع كله. تعالوا نيجي هنا. اول حاجه بعرف انتنت، نيو انتنت بشكل عادي زي ما احنا تعرفنا. احنا كنا في الاول نعمل ستارت سيرفيس، بس هنا انا بدي اعمل بايند سيرفيس، مش ستارت سيرفيس. مش يبدا الخدمه لكن يبدا يرتبط بالسيرفيس، الكلاس السيرفيس. باين سيرفيس اول حاجه الانتنت، بعدين السيرفيس كونكشن. السيرفيس كونكشن عباره عن متغير من نوع سيرفيس كونكشن، وهذا السيرفيس كونكشن في داخله انا بقوم بالارتباط باللوكال سيرفيس عن طريق الكلاس اسمه لوكال سيرفيس، اللوكال بايندينج الموجود في اللوكال في كلاس انا بعرفه هنا. هيو بعدين بنرجع له الكلاس، وبعديها بعرف كمان لوكال سيرفيس اللي هو اللوكال سيرفيس كله هنا، انه بجيب بخليه اشرع على اللوكال على اللو على من ده من باستخدام اللوكال بايندينج اخليه ياخذ قيمه جيت سيرفيس عن طريق استخدام جيت سيرفيس. ايش هي جيت سيرفيس؟ هلقيت بنشوفها في اللوكال سيرفيس في الداخل هنا. طبعا هنا عندي از بايندينج عند ان سيرفيس، عند ما تكون السيرفيس متصله ايش يعمل، وعند ما السيرفيس تكون ديسكونكتد ايش يسوي. هنا اون ستوب عشان انا انهي الارتباط بالسيرفيس عند ما ينتهي البرنامج كله. عند ما يسكر البرنامج السيرفيس بتسكر. نيجي لللوكال سيرفيس. ايش انا عملت؟ عملت اكستند من سيرفيس، وعملت اوفرليد للاون بايند، وفي داخل الاون بايند رجعت ماي بايندر. ماي بايندر اللي هو عباره عن فاريبل بيأشر على اللوكال بايندينج او بياخذ قيمه النيو لوكال بايندينج. اللوكال بايندينج هذه اكستند من بايندر، وفيها متغير من نوع لوكال سيرفيس. طبعا شوية مخربطة الامور، بس اكتب البرنامج اكثر مرة حتى تفهمه. بعديها بعرف المتغير هذا اللي بيأشر على اللوكال سيرفيس، وبعديها في داخل هنا ممكن اعمل رسالة، ممكن اعمل رسالة تانية جيت مسج تو 1 جيت مسج تو، او اعمل برامج معينه تنفذ خدمات معينه، مثلا تحدد موقع شيء معين وتجيب الموقع وتجيب في النهايه تجيب القيمه معينه. اتمنى تكون الفكره واصله. طبعا ما تنسوا تسجلوا السيرفيس هنا. هنشوف بعد هيك كيف انا ممكن ارتبط بالسيرفيس، وان اقدر ابعت يعمل لي اوامر معينه مثلا، مش زي هنا. انا هنا فقط انه يجيب لي قيمه معينه. انا ممكن ايش اخليه مثلا تنفذ خدمه رقم واحد، تنفذ الامر رقم اثنين، نفذ جوب واحد، نفذ جوب اثنين. طبعا حنعمل هذا، بس احنا مش حنعمل اشي جديد هنا. مش حيكون اكستند من بايندر، حيكون اكستند من هاندلر وشويه تغييرات. طبعا في حلقه قادمه. اتمنى حتى الان تكون وصلت الفكره كيف الربط ما بين السيرفيس والمين اكتيفيتي، واتمنى تكون استفدت، وشكرا جزيلا للمتابعه.